تعالى بقى لجزئية أكثر أهمية، وفيما يتعلق بتوصيات الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الاجتماع اللي كان مع أندية الدوري الممتاز النهاردة، وبعد هذه التوصيات أو أهمها يعني، وركز في الحتة دي والنبي يعني، لأن الكلام مهم أوي. اتحاد الكرة يوصي بتحديد عدد الأجانب اللاعبين الأجانب بخمس لاعبين، مفيش جديد في الجزئية دي، مفيش مشكلة، لكل فريق في الموسم تمام، دون تصنيف أو تحديد مراكز هؤلاء اللاعبين الأجانب. طب نستشف من كده إيه؟ معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنت ممكن تجيب وتتعاقد مع حارس أجنبي. إحنا عارفين القرار ده كان اتلغى في 2008 أو 2009 تقريبًا يعني. وكان آخر حارس أجنبي على ما أتذكر كاميني حارس الحدود، حارس الحدود واللي خد بطولة الكأس معاهم، وكان القرار طلع بس عقده ما كانش انتهى، كمل عقده للآخر ومشي يعني. فانا مش عارف في الحقيقه، اعتقد القرار ده مش هيكون صائب اطلاقا لمصلحه المنتخب الوطني في الحقيقه، لان انت دايما بتبقى عايز حراس مرمى، ولما القرار ده اتلغى لقيت عدد كبير ووافر من الحراس اللي يستطيعوا حراسه مرمى منتخب مصر، وبقى في منافسه قويه لصالح المنتخب. فانا ما اعرفش القرار في الاخر هيتاخد بشكل رسمي ولا لا، لكن دي من ضمن التوصيات. طيب، اتحاد الكره كمان يوصي بتثبيت فتره القيد الشتويه في يناير، ده امر ما فيهوش مشكله، طبيعي جدا. اتحاد الكره يوصي بتاجيل تشكيل رابطه انديه المحترفين للموسم الجديد، بقى لنا 20 سنه بنحاول نعمل الرابطه دي ما بتحصلش. اتحاد الكره كمان يوصي، بص بقى، بص الحته دي، اتحاد الكره يوصي بالعمل على ايجاد بديل لو تعرضت تقنيه الفار للتوقف لاسباب خارجه عن الاراده. هو ده معناه تمهيد ولا احنا مش فاهمين الجملة شوية؟ أعتقد ده تمهيد واضح، تمهيد واضح لإلغاء تقنية الفار. والأسباب بقى اللي هي خارجة عن الإرادة دي أنا مش قادر أحددها إيه بالظبط، غير إن اتحاد الكرة مش عايز يدفع ال 150 ألف يورو اللي عليه للشركة المنفذة لتقنية الفار. وإحنا عارفين النادي الأهلي وكل الأندية في الدوري المصري نادوا بأهمية تواجد تقنية الفار، وفي الحقيقة الناس اللي كانوا مسؤولين عن اتحاد الكورة جابوا التقنية ونفذوها والأمور ماشية كويس. في أخطاء كارثية بتحصل، بس ده بسبب عدم إلمام الحكام، سواء حكام غرفة الفار أو حكام الساحة، بكيفية تطبيق التقنية دي. مع الوقت المفروض إن هو يتعدل الكلام ده، لكن هو واضح أصلا مش هيبقى فيه تقنية. فبيقول لك بقى إيه، هنحاول نوجد بديل في حالة عدم استمرار هذه التقنية. طب هو إيه البديل؟ إيه هو البديل اللي هيحصل؟ يعني إيه البديل لتقنية الفار؟ يعني العالم كله، العالم كله بيطلع لقدام، احنا بنرجع لورا، فاهم يعني؟ احنا الناس كلها بتطلع قدام واحنا بنرجع لورا. العالم كله مثلا ابتدى بالحكم الخامس، فلما لقى حاجه افضل من الحكم الخامس قال لك ايه، نجيب تقنيه الفار. فالناس بتطلع لقدام اهي، احنا بقى هنرجع لورا، هنعمل ايه؟ هنلغي تقنيه الفار؟ اصل في مشاكل، اصل مش احنا اللي جبنا التقنيه دي، خلي بالك، وعشان علينا ديون ومش هندفع ديون، والانديه مش راضيه تساهم اصلا في المبالغ بتاعه التقنيه، اصل العربيات مش عارف مالها، كلام من ده. فهنبتدي بقى ايه، نرجع لورا، ارمي ارمي، امشي يا تقنيه الفار امشي. هتروح عامل ايه بقى؟ ترجع بقى انت لورا تجيب، هترجع لحكام الحكم الخامس مثلا في المباراه، ولا هتعمل ايه؟ ايه هو البديل لتقنيه الفار؟ انا عايز افهم، الموضوع يجنن بصراحه. ايه هو البديل لتقنيه الفار؟ ايه اللي ايه الجديد؟ الا بقى لو احنا ناس جامده قوي عندنا ما هو احدث وافضل من هذه التقنيه، ما هو يساعد الحكام على ايجاد العداله بنسبه ما في المباريات. يمكن في حاجه جديده، تكنولوجيا بقى عندنا رهيب. امر بصراحه غريب جدا جدا، تمهيد واضح. انا قاري كده، يا رب نطلع احنا ما نفهمش، يا رب نطلع احنا اللي قرينا ما بين السطور بشكل خاطئ، ويطلع هم اللي صح، ويبقى التقنيه دي هتكمل والدنيا تمشي كويس. لكن انا اشك في الحقيقه يعني، لان المفروض اصلا مع نهايه الشهر ده يتم دفع الديون المستحقه على اتحاد الكره للشركه المنفذه لتقنيه الفار، واللي هددت قالت الفلوس لو ما جاتلناش قبل يوم 1 فبراير هنلغي التقنيه. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف، هنرجع لورا، ما اعرفش ايه البديل تاني، فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني.